sen getirem sen bir küçük kremi sen bir gün bir denesi geldi yanıma. Bu geceler çok kara basar özüne. Kara basar özü çokluk. Kara bastığını özüne. Bu geceler de yani avrad eder. Yani tesbihat eder. Şey, ibadet işler. Bana diyorum. ولو من ديرم سنة عبادات إشلمغ يعني نادي التضحية والإيثار لله سبحانه وتبارك وتعالى حب الله والعمل على منهج الله سبحانه وتبارك وتعالى وعبادته التعبد يعني حب الله والتذلل له بتنفيذ أوامره واتباع سنة نبيه ونتجي على حديث صحيح لا يؤمن أحدكم حتى يحب الله حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما أحب ناده يعني يوخ بس مجرد سيوسا نوزن يوخ إنما أزو الماء تصل عين النجد يدخ طرح من عبيد الله الشيء أبو دجانة يا رسول الله إنجيش حسيت مثلا يوخ حسيت من إنجيش نايتن أو آل بيت المسلسل ده إنجيش حسيت من دلال يوخ نشن لأن هر إنسان بالقضية إيمان إذن ده إيمان بخ 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 بكلمة بخ الإيمان يجعل النفس الأمارة خادمة للعقل وللروح وللقلب سند إيمان ترى سخيت ما غمل له نفس أمارة وخادمة للقلب وللعقل وروحه ونسبخ الله كم مخيط آيات القرآن شهد إيمان مسألة سند ألا بذكر الله تطمئن القلوب أدري لكن استدلالات علمية ده عقل خطاب الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار يعني سنبخ ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب بربا. أي لأولي العقول ولو بعض علماء دين لأولي الألباب أي عقل عقل لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم نادلر بور يعني يتعاملون مع الله في قيامهم وفي قعداتهم وفي نومهم وفي علاقاتهم وفي بيوتهم وفي وإن كان التفسير قد يأتي لمفهوم الصلاة يعني قخمت الله زكريا أنا ندركوا الله زكريا السجدة أنا الله زكريا أو أنه يذكر الله عند يعني أنه يربط حياته بنا بذكر الله ونسبخ لنا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا با ما خلقت هذا باطلا إبا سبحانك فقنا عذاب النار لأننا سوف نتبع محمدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما خلقت هذا باطلا ربنا أبرر فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا إننا سمعنا مناديا منادينا البرد بصل الذين تفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه فقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان يا رب اشتغبت أنا إيمانات أغررد بزي كم دي القرآن كتاب الله الأوحد سمعنا مناديا ينادي للإيمان قرآن بزدوز يلا جارد فآمنا أي فاتبعنا ونفذنا وعقدنا العزم على تنفيذ الأمر بخ إسلامية أرجع يدري فآمنا ربنا أنيتم ربا فآمنا إيه ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد بلار يتوس سبحانه تبارك تعالى يا بخ باخر بلا حبسن دي إشت حبسن دي جورده إني نيدا زاخته كما زوبر زاخته فاستجاب لهم نايتن لأنه حققوا شروط الإيمان ديدخ شروط الإيمان ناده وهو أن تتخلق بأخلاق القرآن والسنة المحمدية فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين صايد بكرة
هاجروا أخرجوا من ديارهم أوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. الظالم يصبر. خلاص يشرح صدره للإسلام. يا رسول الله هل من علامة؟ نعم نا التجافي عن دار الغرور بق دنيا دمد التجافي عن الدنيا وصف الدنيا بأنها دار غرور متاع. التجافي نزد ياغن إنن الله بعض أدم لارجور مش أمان احتيات معمل دار لارجور لشت دار منسن دار بس دعي لمامت آيا غمصير الماصن دنيا المزالق عنده ونس حز علينا دار ده يا دنيا غري غيري غري غيري فإني طلقتك بالثلاث ولا حزت عمر يا تنبا شاط لنا القويبتني كذا بالمسح ما يقوي سنو زيت سي بطن صحابان أهل البيت حبسنا الجنان أنبياء لا حبس كانوا يجعل بس بشرت التجافي عن دار الغرور بخدمة التجافي عن دار العبادة لأنه الدنيا محل العبادة سهر ده نمس قلسان هر ده حزت يتسان هر ده التطبيق يتسان أخلاقية الإسلام دنيا ده. إذن جعلوا الدنيا مزرعة للآخرة. التجافي عن دار الغرور أي التجافي عنا عن صفات الغرور والتكبر والعنجرية ونسيان الله عز وجل في الدنيا. التجافي عن هذه الصفات من الدنيا والإنابة إلى دار الخلود. من يحز علي شيء وصفة ده تقوانا بربابا والاستعداد للموت قبل نزوله. يعني دائما المقويب هلا ولم جرميب بس وزي تشاب جين يغشتر بوزيته انت بزن برجو من الناس سورة انا اصلا شافنا مشام يوقوي مشام ديدم شافنا الناس عبسان يوقوي بسان ديدم والله حاضر ليم اي ديدم شافنا يوقوي زاغة اوني يعني هاو تشان ده بيشاس فقف قرى ياردميت مثلا اي نول ده خب بسكت ولد سان كميس سان هالده سان والله ما تشافن خويا مشى سن قوي ما تشافن بينما تشفكر توخذه او تشفكر توخذه انه قرار دعاء سيدا الله سال تشافن جاتره تشك من اطاع الله اطاعه كل شيء ومن عصى الله عصاه كل شيء ومن تواضع لله رفعه الله جالب ما نمتن بتون جردغي دمام شبجر ماسن بتون صفاته أجنبي صفات ذي بتون صفاته بل تصرفات لاري إيه وده بعض تصرفات يدري يعني إسلامية تامي بوزنا. المهم تلق إن بس يعني موضوع مصدا إذن معنى بردا يعني كتديدق بس الله ورسول ونيت نديد سبحانه تبارك وتعالى القرآن الكريم ده جات من ديد على أساس قل عوذ برب فرقتن قل عوذ برب الناس كالسلاح أندر دوزنا سنبخصه وقل عوذ برب الفلقة بخوخ وزنا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد برابخ بيش تنا صايدة حبسخة يزدان ده يعني نانده سنة يزدان إن جيج جلزاقتي حبسن صايدة يزدان كلاري قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق الليل إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد قوين موين باس ومن شر حسد إذا حسد حياته ببش تنين دين تدبير ولا ببشنن وقياسن ورد سنة نجد سنة يا محمد سلاز لارنا قل يا محمد وإلى أدبري دسن أعوذ برب الفلق من شر ناس قلوا قيد عين قل والله حتى كأمر إيجابي بربخ إذن إن دسان سيصدر حماية جالد غير أفندم صلى الله عليه وسلم يطمدن أول وخر دوزنا حماية خارجية جالدة قالدنا حماية داخلية سودان أوبرسي جالدة قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس أولا استعمالة ربوبية أنا نايتن لأنه ربوبية تعم كل البشر والملكية أيضا لكن الألوهية تعم فقط الموحدين أولا بس الله أطان الله أولا الله ده
Onlar ki inkar ederler ulu. Bak kelimetin uluhiyye çok zahmetti. Ve kullu ma yeteallak bine sıfat bir rububiyyaya av bil melek mulkiyyaya bu üç sıfat bütün esma-ül husna bu üçten edadı. Nese adı? 99 adı. Bazı ulema bine yetiştirdi özün iştikakıyla beraber. Nemze Allah subhanahu wa ta'ala'nın adları var. Hepsi bu üç kelimede cem'i olupti. Ar-Rab, el-Melik, el-İlah. Ama kelimetin ilah, Rab'den Melik'i de cem'i der. Çünkü o nisbet ziyaret la ilahe illallah av eşhedü en la ilahe illallah demese o şehadatı yermez. Dese o eşhedü en la ilahe illallah yermez. Eşhedü en la ilahe illallah demez. Lan o bisfede vasfetü Allah. Beyneme diyende o eşhedü en la ilahe illallah manası Allah'ı vasfetü bütün sıfatında. Onun için şehadatı alınır. Bana bak. Kul a'udhu bi nas melikin nas ilahin nas. Bütün Allah'ın sıfatını, keenneme Allah'ın bütün esmaını verdi sana. Keenneme ne desen? Ya Rab, men a'udhu yani elteci. Yani saklanırım. Yani kapva cehennem. A'udhu bike elteci'u ileyke. Cehennem kapva. Kul a'udhu bi rabbin nas melikin nas ilahin nas. Güzel. Halas. Efendimiz'den de var etti. Ennehu Allah'ın esmaını bir tane teamül ettiyse özden Allah himaye eder özünü. Ki sen deysen mu'teqiden, kamil i'tikad ve caziman bi enne Allah'a hafız. Bak ne dedi? Ela inne evliya Allah'i la khawfun aleyhim ve lahum yahzanunna. Bırak bak, samar bak, tekmileye bak. Ellezine amenu ve kanu yattakun. Ha? Ne gördü? Bak, işlerim sana, sen Kur'an-ı Kemal diyordun. Kimin? Evliya üzerine korku yoktu. Evliya üzerine korku yoktu. Kim de evliya? اَلَّذ۪ينَ يَتَوَلَّوْنَ اَمْرَ اللّٰهِ İndi resim meşrebe uşağa ne diyorlar? Diyet veli emru diyordu. Veli emri ne diyor? El-mesul özünle. El-veli yani el-mesul an emrillah. Tatbikan ve amelen ve himayeten. Yani yoksa geldi bu cami'ne maskır mı alıyorsun, birilerine pencereleri kırır. Ben ne kalbi? Yok. Bu velev sahabi filandı, bes Müslümanların da bu. Onun için bizde el-İslam cema'a cemi'il kuva inkânet vataniyye, inkânet siyasiyye, inkânet diniyye, terbaviyye, ahlakiyye, hepsini cem'etti. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ هُدًى وَبُشْرَى أندردق بو كي وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ أنده بطول شيء توضيح مش أميتسن ده أندر مش أميتسن سوزن مسلمان لار فإتن كي أنت أردى Şurur hariciye de kul a'udhu bi rabbil felak'ta sana himaye etti. Şurur dahiliye kul a'udhu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas. Min şerril vesvas, ismi de olduğu hannas. Ellezi vesvesu fi sudurin nas, minel cinneti ve nas. İzen sana burada nektir bütün himaye dahiliye anda himaye etti. Ma'na anna mu'avuzetini uksavsan yazda ve içeride himaye andı sana uçur. Bir tek ayet. Giden içeri dedi uzun, bir de dönem üzerine. Ve la tevzihine girmedik gene. Fefirru ilallah. Bir melca ve ziyokta. فَفِرُّ اِلَى اللّٰهِ اِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذ۪يرٌ مُّب۪ينَ Bir çara ve ziyokta. Vaha gidensin de özüne. Vaha kalsan da öz için. Çünkü öz sen halk edip ve hayatı da öz elindedir. Ve rızkı da öz elindedir. فَعَلَيْهِ اِذَنْ فَفِرُّ diyende اِلَى اللّٰهِ اِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذ۪يرٌ مُّب۪ينَ Ey ma'na yani bütün şey ki bak bu acma'a sahabatu inni dediği özüne ki onun üzerine على أن كل شيء تعصي فيه الله عز وجل جاهل لقته. هل شيء سانا الله عصيانا باره جهلت. وهل إنسان الله عصيانا لر جاهل ده. ونيت ديانا ففروا إلى الله أي ففروا من الجهل بالله عز وجل. ففروا من الجهل بكتاب الله عز وجل ففروا من الجهل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
ففروا من الظلم إلى العدل، ففروا من كل شيء تعصون به الله عز وجل إلى الشيء الذي ترضون به ربكم ونبيكم، لقوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. إذن معنى متى يتحقق الفرار؟ فرارنا معنى يعني قتل، هذا زمن تحقيقه له، أو زمن تحقيقه له أجي جالديسة ما 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 حرم الله قيدو بينا، ما أمر الله تتو، أنت معنى سسن فررت من كل شيء يبعدك عن الله، قاتتو هل بالشيء سانة الله تم أزغدره الله أن يمنا، أنت سانو زروا بأنا زغت ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بس أشرت الذين فروا بدينهم، فروا بنفوسهم، فروا بإمكاناتهم من كل ما أزن شيء عصيانا باروزنا اللهن خزيناسنا باروزنا اللهن يعني تشنش ما عندكم ينفد وما عند الله باق. الله تن دعاء مس أنا وحمايتي تسنحبهم مز الشردن وبتون خرب يولدان وجنزلر مزه هداية ويسن خستلر مزه شفاء ويسن وهداية ويسن بزي بس لينمز اللهت بشرانمز اللهت. لكن قوي بلد ياغن أنه أولياء أمرون دا قلبنا الله حنانت قويسن بزا ورقلار يانسن بزلارن دا قلبنا الله احترام أندرسن حتى بزا احترام لأنه طرف بالبرين يبار إن الأرض يرثها عبادي الصالحون. مصيبة بيوج مصيبة لردن بيوج بلا لردن بتون بتون مسلك تأش لينلار الله حمايات إتسنوزني بس على شرط أن يعني داغن أنه بن دائما دياغن ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وأنت صادق الوعد سن يا رب العالمين. بز دجال دخ شو الجوا أفند مزن شو الجاسن أزغ إتما بز أز رحمتون شو الجاسن دسخلا جنم بز يا وجن حقنا كييت بالكم سان شو الجاس يوم لا ظل إلا ظلك وأفند مزن مبارك على من شفعتنا بز محرم إتما سان أن على مالتن ضيق اشترسان وأمة تدا هداية ورسان إرشاد يدسان وياغشو أحمدو أندرسان بزلر خاتريس يخ بلالر خاتريسن حيوانلر خاتريسن رحمة دسن مملات حالنا دز يلا جاريسن يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه Yelin gögün sultanı, sen kurdun ki cihanı. Şükrolsun sana Rabbim, İslam yarattın beni. Yelin gögün sultanı, sen kurdun ki cihanı. Şükrolsun sana Rabbim, İslam yarattın beni. Kalbimde imanım var, Müslümanım şanım var. Kalbimde imanım var, Müslümanım şanım var. Şükür olsun sana Rabbim, bir destur Kur'an'ım var. Şükür olsun sana Rabbim, bir destur Kur'an'ım var. Yelin gögün sultanı, sen kurdun ki cihanı. Şükür olsun sana Rabbim, İslam yarattın beni. Ayağım var, elim var, polattan sert belim var. Ayağım var, elim var, polattan sert belim var. Şükür olsun sana Rabbim, konuşmada dilim var. Şükür olsun sana Rabbim,